الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة ماجدة علام، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام جامعة المنصورة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السرطان أو الأورام الخبيثة. السرطان في الآونة الأخيرة انتشر انتشار كبير، بس إحنا مش هنقول انتشار كبير طبعا لأن عدد السكان زاد، لكن هو احنا لقيناه لما انتشر ده نتيجة الفحوصات المبكرة اللي بتتعمل بالنسبة لأمراض السرطان، الكشف المبكر اللي في كل مكان دلوقتي، كشف مبكر بالتحاليل الدم، كشف مبكر بالأشعة، فبالتالي أدى إلى اكتشاف مرض السرطان في المراحل الأولى منه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، مرض السرطان دلوقتي موجود في الأطفال والكبار، مرض السرطان موجود في الرجال والنساء والأطفال. نقدر نقول إن هو دلوقتي مش هنقول عليه مرض العصر، لكن هنقول عليه مرض يحتاج مننا تكاتف في جميع الجهود، الدولة والدكاترة والجامعات ومراكز الأورام. يمكن نكون احنا عاوزين نقول ان بالنسبه للسرطان لعامة الشعب بيبقى له كلام لوحده غير المؤتمرات العلميه او غير الابحاث العلميه. بالنسبه لعامة الشعب يهمهم ايه العوامل اللي ادت الى انتشار مرض السرطان، كيفيه الوقايه منه، اكثر الامراض انتشارا. كل ده نقدر نقول ان هو يهم الشعب المصري بالنسبه لي او عامه الشعب عموما. السرطان انتشر في او مش عاوز اقول انتشر برضو عشان الناس ما تقلقش قوي، لكن هو اكثر امراض انتشارا بالنسبه للسيدات هو امراض الثدي، يليه في الرجال الرئه والقولون. كلمة بسيطة برضو أحب أقولها إن العامل النفسي والرياضة دول اتنين عوامل مهمين جدا في إن احنا نقدر نمنع أو نقلل من انتشار مرض السرطان. ولذا إن العلاجات الحديثة بتتلخص في العلاج الكيماوي والعلاج الموجه والعلاج الإشعاعي وعلاج كمان وعلاج اللي هو اللي بيواجه الحالات النفسية أو بيزود المناعة. لأنه وجدنا في الآونة الأخيرة برضو إن العوامل النفسية مهمة جدا، كل ما تبقى العوامل النفسية يعني نجد إن بعض السيدات بيتعرضوا لإصابة نفسية شديدة، بعدها بيجي تشتكي من مرض السرطان. أو مش لازم السيدات، برضو زيادة الوزن برضو ده بيبقى موجود كعامل رئيسي، اللي هي السمنة المفرطة. وفي نفس الوقت في عوامل عائلية وليست عوامل وراثية برضو بتبقى منتشرة في بعض العائلات. فإحنا لو تكاتفت الجهود من جميع الجوانب هنؤدي إلى مستقبلا إلى القضاء على مرض السرطان.